جاكوب 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 ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع الثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا عمكم دياب. يا دياب الحقني يا ناجي، يا دياب الحقني يا ناجي، دياب الحقني يا اخوي دياب. سلامتك أموت. سلامتك يا دياب. اموت يا ناجي. سلامتك اخوي، اطمن انت بخير. الطلقه بسيطه جت في كتفك. همام همام ولد اخوي يا ناجي، اتقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن همام بخير. راح مع مناع ولد اخوي ورا الخواجه بيطردوه، وباذن واحد احد مش هيعاودوا الا لما يكونوا جابوا اجله. اسرع بقى شوي، خلينا نوصل اصفار. مش هسيبك ترجع النجي عملنا ابدا. اسرع اسرع مات. ادعى رجاله ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب يا رب، قولوا يا رب يا رب يا رب. فجريه ما تطوحيش انا زين. يا دياب 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 يا اخوي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، العيله كلها كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوي، تعال روحوا كلنا في شربه ميه. يا اخوي بخير. طمن يا اخوي، مش يعني ان هو صمم يقتل خواجه عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. وجد فلدول، وعاك يكون حد مننا اللي اتصابوا واللي قتلوا
كانوا من البندرية مش مننا احنا، بس احنا برضو نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير ما عملت. ربي يجيبك بالسلامة يا ولدي، ربنا يجيبك بالسلامة. طمن على مناع، مناع ده بمية راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس؟ بديت تفوتني برضك اخوي. انا فوت له في الصحراء امانة، قادر رب كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن اخوي. قادر يا مناع اخوي، مش قادر. مش قادر، مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. ربنا يستر، البوصله ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه جمل تعب، امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخذ نفسي. اصبر يا همام، نعدي المنطقه دي ان شاء الله هنلاقي حاجه نصطادها، ولا حتى نلاقي وكل للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس ان احنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وانا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا ميه. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، نعرفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين. هو يعرف الطريق. فجرين. امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا مناع. قوم. قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شرب لي ميه. قومش. ميه. اوعى تروح مني يا صاحبي. عايزك تبقى ناشف وتتمد. الله يروح مني يا همام. أنا زين، أنا زين يا مناع أخوي. بس أمان عليك يا مناع، لما يسألوك في النجع قول لهم إن أنا اللي قتلت اللي قتل عمي، قول لهم إن أنا اللي قتلت الخواجة مناع. الله يعيك. خافش يا صاحبي، بس أنا عايزك تجمد، تقوم أجدو عشان تقول لهم إنك خدت الطار عنك. أيوة. إن شاء الله نريح الجمال شوية ونرتاح ونعاود على النجح. قبل العشاء نقوم وصلنا. ما تنساش أخوي، أنا اللي خدت الطار عمي. تعال تعال فضل. أنا اللي خدت الطار عمي مناع. الحب حاجة ما جربتهاش قبل كده عشان أحكم إذا كنت حبيته ولا لأ. عارفة يا مناع، مناع هو الوحيد اللي صورته مش عايزة تطلع من دماغي. كل اللي تقدموا لي قبل كده كنت بفتكر ملامحهم بالعافية، لكن مناع، مناع كل ملامحه محفورة قدام عيني.
هو في حب بعد كده يا ست نورهان؟ حب؟ حب من مرة واحدة شفته فيها تيجي ازاي؟ هو الحب كده بيجي مرة واحدة بصدق ويلغي العقل، لكن الواحدة مش لازم تلغي عقلها، وإلا هتفضل أسيرة لحبيبها طول العمر وما تقدرش تقول له لأ. بس أكيد بتكون سعيدة هي وحظها، ممكن يكون حبيبها بيعيش نفس الإحساس وساعتها يبقى رضاها عنده بالدنيا، وممكن يكون حبيبها قليل الأصل ويستغل حبها ويستعبدها. كلميني بصراحة يا منال، بابا هو اللي طلب منك تتكلمي معايا في الموضوع ده؟ ليه بتقولي كده؟ أنا مش صاحبتك ومن حاجة اطمن عليكي زي ما بتطمني عليا. أصل حكاية الأصل والأصول هي اللي شغلة دماغ بابا، مع إن البني آدم كله قدامه، يعني أصل باين من أفعاله. مادام مش عاملة حساب أي حاجة يبقى حبيتيه فعلا، ونصيحة مني ليكي، اكتمي الحب ده في قلبك وطلعيه بالجطارة، وإلا هيبيع ويشتري فيكي. ده إذا كان جليل الأصل، لكن أنا متأكدة إنه ابن أصول ومتربي كمان. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك. مناع ولدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي، هلكت. ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عمي. أنا كنت متأكد إن الأمانة توصلك. وصلت وصلت وكله تمام والحمد لله. قول يا ولدي، قتلت الخواجة ولا؟ لا، أنا اللي قتلت الخواجة وخدت الطار عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي، عمك بخير. عمي ما ماتش؟ ما ماتش. طالما عمك ما ماتش ما تقول لهم الحقيقة. إيه الحقيقة؟ الحقيقة ان انا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم ان احنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، يا امك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس مناع. الله يخليك. على السلامة يا ريس مناع. ازيك يا شوقي؟ على السلامة يا ريس مناع. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجة، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك. خليك يا مناع، قال لي لازم اجي معاك. قلت له تعال، خدت ورايا على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصاد الخواجة، وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامة يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجع، وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير، لكن زرعت بينا الحقد والغل عشان كده والنيابة عن أهلي. مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا إن حط للخواجة حنة بدل الحشيش
كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس. انا طول عمري رئيس، لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسلكتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز امر بيخبي دجنه، طب هو اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده، اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ انا طلبت الزيادة قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الاول، مش زي الاطرش في الزفة. شايفين الخواجة عمل ايه؟ زرع الشك جواكم، عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وحتى كلبنين يا حسان، نصيبنا من الارض هنزرعه خضار لينا واكل البهايمنا، واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها، وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال. احنا هنزرع ارض نحاشيش وافيون، ومعانا عيله عبادي، ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا، وكمان نقسم الفلوس اللي اخذناها من خواجه. أنا عددهم بيدي، ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجة بينا، بس نفضل إخوات وحبايب ورأينا واحد. وأنا هعيش في البندق أشوف مستقبلي، وأما توحشوني هاجي أزوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. هتوحشنا يا اخوي، هتوحشنا يا اخوي، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبة والمروءة اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. سلم علي لما قابلني وسلم علي. الله عليك يا واد يا حصاوي، والله العظيم حصاوي يا حصاوي. سلم. خير؟ في ايه؟ في واحدة هانمة بتسأل عن ما قلت لهاش ليه ان هو مسافر؟ هو انت قاعد بره ايه؟ عياقه ولا عياقه؟ ابا يجرى لك ايه؟ انا جديد هنا ومعرفش حد، ودول اتنين هواني من نمائيه اخر حلاوه يا راجل. طب روح دخلهم على طول. وسلامة. الو انا حصاوي، مين معاي؟ اهلا اهلا، ازيك يا حاج سالم؟ عامل ايه؟ لا والله ده الباشمهندس مناع مسافر بره وشحن المواشي والحمد لله. هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين. حاضر ان شاء الله هبلغ ان انت حضرتك اتصل. مع السلامة يا حاج سالم، مع السلامة. اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي ما عليكي. انا بسأل عن باشمهندس مناع. والله باشمهندس مناع في بلاد برا، بس هو الحمد لله شحن المواشي وان شاء الله هيجي قريب. هو حضرتك من الضرايب؟ لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات، ولو انت من الصحه تعالى اوديك للدكتور البيطري. كل حاجه محلوله ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل. انت رغاي كده ليه؟ متروك شويه. خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع، وبلغه اني منتظره مكالمته. حاضر استاني. مع سلامه الله، نورتي وشرفتي. الله دي جميله قوي وباين عليك مهمه والله. اما يجي بقى يا بختك. الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان، عبيط ورغاي بس قلبه ابيض زي. ايوه يا اختي زي مناع. اه منك بس انت وجعتي حته وجع نمائيه. وايه المزرعه دي كلها يا بوي؟ اخرسي انت هتفضحينا ولا ايه؟ يلا بينا. انت صحيت؟ تعالي يا نسمه جاري هنا بنار الفرن اهو. كل والله كبرت يا بنت. ايه الأسامة اتعموا ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه؟ انا؟ ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع، انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. اديني قدامك اهو، ولو اني عينيك يعني ما تطمنش. بصراحه كده انا عايز اكلمك عن فاطمه. يا بوي انت كمان؟ ايه مالكم السيره غير فاطمه؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمه طول عمرها زي اختي،
بعدين البت طيبة وحنينة وزينة وقلبة. ملات يعني ملكة بجناحين نازل من السماء زي ما تقول كده. بس الأهم من ده كله إن منها حاجة كبيرة قوي عندها. ده أنا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون وإيديها تبقى زي التلج وروحها تزوز. خلاص خلاص ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا أخوي. اسمع كلام أختك، البت فاطمة بتحبك، ولو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمة بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه ومش محتاجه غير الانفار، وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ شكلها ما بتجيبش معاك قراب. ايه لا غصب عني، اصل انا مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق، والانفار ما ترضاش تاجي تشتغل فيها، واتكلفنا الطقطقين، يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها وبعدين نشوف كيف نصلحها، والله المستعان. خلاص يا سيدي خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا ده 300 فدان وزياده منع بيه، وانا معايا كل اوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل، وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله حسبقك انا على العربيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. يا ارض زينه يا ولدي، ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بقيت الارض من الطريق لحد نرجع كلها ملكنا، نزرع فيها اللي احنا عايزينه، نربوا مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجا البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون، لو حتى نزرعها دجاجير. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير، وديتها زرعتين ولا ثلاثه والبندريه يخسروا الجلد والسقط ويجوا يشتغلوا عندنا انفار. على بركة الله يا ولدي، عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصر الراجل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي. لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدتك من يدك وهربت بيك على البندر وتجوزتك هناك، لكن هنا كبارات هم اللي بيتجوزونا. قولي لي يا نسمة، كان في يدي ايه وما عملتوش؟ نسمة يعني انت راجل ما فيش في يدك حل والحل عندنا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، يا عم دياب منه لله هو اللي عجدها، اعمل ايه؟ عمك ما يقدرش يمشي كلمته على ابوك. كيف الحال مع ابويا وعم ناجي؟ عندكم غير عندنا، عندكم الكبير كبير العقل، لكن عندنا كبير كبير البطن. يعني ابوك ملوش كلمة؟ ابوي ابوي بمليون حالة يا نسمة، قبل ما ياخد الافيون بحالة، وبعد ما ياخد الافيون بألف حالة، واللي يقبله في الحالة الاولى يرفضه في الحالة الثانية. ما انت زي ابوك يا همام، من غير افيون مالكش كلمة. ليه يا نسمة؟ وانا من متى رجعت في كلمتي؟ وانت من متى بتنفذ كلمتك معايا؟ بحبك يا نسمة؟ هتجوزك يا نسمة؟ هحارب الدنيا كلها علشانك يا نسمة؟ وفي الآخر إيه؟ أنا في يدي. ده لو كان مناع أخوي قال كلمة كان لازم ينفذها. لو قال لي زين من الناس هحارب الدنيا علشانك كان نفذها صح. أنا حارب الدنيا كلها، لكن حارب عيلتي؟ حارب عيلتي كيف يا نسمة؟ كيف؟ طيب يا همام، من هنا لحد ما تقدر تنفذ كلمتك أنت مش هتشوفني تاني. نسمة 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 استني يا نسمة، أنا بحبك يا نسمة. يا نسمة استني، تعالي يا نسمة وقفي واسمعيني، وقفي واسمعيني. بعد عني يا همام، ما عايزاش فضايح، الصوت بيسري في الخلا. يبقى وقفي واسمعيني. عايز تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه غير انك بتحبني؟ عايز اقول لك اني بحبك، بحبك يا نسمة ورايدك، وعايز اتجوزك. لو خرمتيني من مقابلتك الدنيا كلها هتغشلك في عيني، ويمكن اموت يا نسمة، اموت. وانا قاعدة في بيت ابويا يا همام، وهو وافق على أول عريس يخبط على باب بيتنا. لو أبويا وافق عليه، لو حبيت تيجي أهلا وسهلا، حبيت تسمع كلام عمك أنت حر. خلاص غاش لقيت وقفلت. يا مرارك يا همام، يا مرارك يا همام. سمعتم اللي أنا سمعته؟
ولا انا هنحلم؟ معقوله دي بنت كابلنا عشقه همام ولد بنداري؟ والله لا افضحك يا وجيده في بيتك، كيف ما كنتي حتفضحيني؟ عيب يا بهيه، وتشمتي فينا القعده؟ عيب. امال استورها؟ هو بعد الفضيحه دي حد من العيله يرضى يجوزها حد من عياله؟ ولا يرضي ربنا اننا نسكت على اللي شفناه وسمعناه؟ انا هروح لامها هقول لها على كل حاجه سمعتها، وهقول لكل الخلق، ولازم افضحها زي ما فضحتنا زمان. يا مري، نسيت اجيب البطاطس والطماطم لامي، هرجع تاني. راح فين يا نسمة؟ نسيتي حاجه حدا الارض راح تجيبيها؟ راح اجيب شويه بطاطس وطماطم لامي، ينوبك سوا بتيجي معايا؟ لا روحي انتي، انا ورايا مصلحه للعيله رايحه اقضيها. يا بنت الكبير اللي مشرفنا. قصدها هادي، عرفت منين اني كنت احد الارض؟ لحزني تكون شافتني مع همام. همي اللي في يدك يا سعديه، قومي هاتي شويه وجيد نحمي الفرن. حاضر ست وجيد. ونادمة على عديلة، خليها تاجي تساعدنا، عاوزين نخلص الوكل قبل ما يعاول سيدك حسان وسيدك ناجي. ست عديلة اهي. تغرتي رحت فين يا بنت؟ انت مش قلت هتعمل سلطه البطاطس لجوزك؟ ايوه قلت، بس هعملها بايه؟ بالباذنجان؟ تتكلم عادل يا عديله، في ايه؟ اسالي بنتك نسمه لما تعاود، وشوفيها ايه اللي اخرها لحد دلوقت. راحت تجيب شويه بطاطس وشويه طماطم من اذان الظهر. ليه؟ بتجيبهم من البندر ولا بتزرعهم من جديد؟ اساليها كانت بتصرمح فين؟ شو كسر خشمك؟ هي بنتي بتاع الصرمحه؟ وديني اللي انا جايه لجوزك ربيكي. ربي بنتك الاول. أنا سمعت عليها كلام يفور الدم هي وهمام البنداري. كلام إيه دي يا عديلة؟ البت اللي تجيب لأهلها العار ملهاش غير الموت. هقوم أشوفها غارت فين. خلي بالك، بهي قاعدة برة ومجمعة الحريم حواليها ومستنية تشوف هتعمل إيه، وما نسيتش اللي عملتيه فيها زمان. إيه ده؟ راح على وين يا ست وجيدة؟ وسع من وشي يا زرزور. كيف؟ كيف اوسع وانت واخده في وشك كاني قتل القتيل؟ لسه ما اتقتلش لكن هيتقتل. هيتقتل؟ ست وجيده! خبر ايه يما فيه؟ كنت فين يا بنت؟ ترى ايه يما؟ كنت بجمع البطاطس والطماطم من الغيط، شوفيها بطينها ايه؟ وبتجمعي بطون نص يوم؟ اصلا يا يما انت لما... ايه؟ اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجه. قطع لساني اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حدتكم بوداني، وكل الناس دول شافوكي. ما تصدق يا شمع، ده كان بيسالني عن اخوي ملاح. الله يا بنت كدابه في قص وشك. شوفوا البجاحه يا اولاد. بجاحه في عينك يا بهيه. يا فجره بجاحه في عينك يا فجره. انا بنت حسن الكبير واخت ملاح، محدش يقدر يمس كلمته. يلا يا بنت بتتابعي على البيت. يلا لما ياجي ابوكي وعمك هم اللي هيتكلموا معاكي. عشقاه عشقاه يا ناس عشقاه، كلكم شفتوا صح؟ ايوه شفتوا، كلكم شفتوا الخاطيه. يا فجره يا فجره. نورهان انت نايمه؟ اسف باين انك اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شويه. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني وبعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده، يحب دايما المبادره تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، اصل مش متعود ان مره، قصدي ست يعني، اسمع منها كلام زي كده. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس، السفريه طولت قوي. الله يسلمك. وهان وانا ممكن اقول لك على حاجه؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني نورهان. نورهان انسه. نورهان انت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. الو، يظهر ان في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. المهم السفريه كانت كويسه
والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وانا ممكن اقابل ابوك كده؟ طبعا، ما موجود في البنك كل يوم؟ لا، في البيت. خير، قصدي يتشرف في اي وقت، بس اديني فرصه اسال وبعدين ارد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا. لا على طول. مبسوطه قوي لمكالمه حضرتك وعلى فكره انا عديت على حضرتك في المزرعه، كان في شويه مشاكل كده في الحسابات يعني مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامه. انت عارف اني بخاف منك، وصلت نفسي خوف منك، لكن عليا شغل ولا حراس. يا رب يا رب، انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعكدوا الجواز على شرعك وحلال. أنا رفع عدلك وحمدك يا رب يا كريم. اتنوحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينة بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يا ابو، والله العظيم شريفة، والله العظيم شريفة، ما تبقيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمقتي شرفنا في حضن ابن البنداري. الله العظيم حرام، ده ظلم يا امه، ظلم. حرمت عليكي عشتك. خلاص خليكي مرميه هنا، ولو كان ليكي عمر وطلع عليك النهار مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش اخر، وادعي ربنا انه ما يطلع عليك النهار. ليه يا امه؟ ايه يا امه كده؟ انا مش بنتكم. مش حرام عليك انت تعيشينا طول العمر مذلولين، وتخلى ابوكي كبير النجع يطاطي راسها؟ منك لله يا بعيده، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول على روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقه يا بوي، نسمة ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقولكم ايه، تعالوا اتحدثوا جوا عشان نسونا ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي، ويقول عليك قليل الحياه، وحتوجع العيلتين ببعضيهم. يا بوي انا اهون علي القتل ولا اني اوسخ توبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟ ما دام هي دي الحقيقه ما تقولهاش ليه، ونفوتهم نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا بوي، نسمة ما تستحقش القتل. يا بوي انا بصراحه بحبها من واحنا صغيرين. ايوه 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 ايوه، عشان كده كنت بتحرضني في المجلس ان اطلبها لك وتقول لي اني بورط ابوها. اتاريك بتورطني انا؟ وفيها ايه يا عمي؟ فيها ايه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته انها خاطيه، ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها؟ ولما يقتلوها مش هيدور على اللي غواها عشان يقتلوه؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له
البت اللي مطصون الشرفها تستاهل اللي اجرالها، والراجل معلش يلوم. لا يا عمي، لا يا عمي، كده كده اقتلوها. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، بلاش. وقف يا دياب، وقف. كلامك دي مش هيحل المشكلة، مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل اللي رايح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده حجوازك جميلة بتعبك سعدون. والحقيقة بقى من الميت، أنا كبير العيلة وشفت كده. بتساعدون الله يرحمه ما فيهوش راجل، وبته ومرته محتاجين راجل وسطيهم بس بالحلال، يوفر لهم القوت والأمان. عشان كده حجوازك جميلة وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم مالهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك ايه، اذا سالوك يعني عن وقفتك معاها في الغيط، قول لهم كنت بسالها على اخوها مناع اذا كان موجود ولا لا. ليه؟ ليه؟ عشان اعزمه على فرحي. ويتفضل مشكل. بالبساطة دي ماشي، عشان سمعتها أنا هوافق، بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمة، مشان أتجاوز وهي تتقتل. معناته هي الكلام ده يا بن داري؟ معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجح، مفيش حاجة وحشة بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا، دي كلام حريم وكيد نسى، وحضورك فرح ولدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بن داري فوق. يعني ولدك يشغل بيتنا ويسوق سمعتها، وعايزنا بعد كده نطرمخ على الموضوع؟ لا والأكادة، جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده ايه ده؟ بطل الحمقة دي يا ناجي، بلاها بلاش. أنا زي ما قلت، عيلين صغيرين متربيهم مع بعضيهم وبتحدتهم مع بعضيهم، ما فيش سوء نية لا سمح الله. أنا لما شفت الاسم في الأرض قلت أسألها على مناع صفر ولا لسه، كنت عايز أمسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي، أنتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميلة ده موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان، ولا قاعدين من غير راجل. بيت ود عمي سعدون الله يرحمه، الله يرحمه، عشان كده انا بدرت بجوازه من جميلة. ويرضي ربنا إن ولدكم يتجوز الأيام دي والدنيا مولعة. الكلام على بيتي على كل لسان. اللي كلامه عن بيتك بالباطل إحنا نجيبهم وسط النجا ونقطع لسانهم ونفض السيرة دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعدة عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه، والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بيتي وولدك. لا لا يا حسان، المحكمة دي ما تلزمنيش، أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولدكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول؟ يا عم ناجي، أنا قدامكم أهو مستعد أقول قدام كل الناس إني نسمع كيف أختي زينة وإنها أشرف بالشرف. صدقني يا حسان، حضورك فرح ولدي هو الحل ونخلص من موال العفش ده. مبارك يا همام، بس يا خسارة مش هقدر احضر فرحك، عندنا احداث. لا يا عم حسان،
حرام عليكم تقتلوا نسمة. نسمة ما تستحقش القتل. اقتلونا أنا لو عايزين، لكن نسمة، نسمة شريفة، وأحلف على كده بكتاب الله لا يلزمناش حلفانك ده. نزل سلاحك يا ناجي، بالمهما كان ضيوفنا. أنا عارف نيتك يا حسان، لكن قسما بالله لو شعرت بست من ولدي لولع في النجع كله. يلا همام يلا يلا